كان الإمام علي كرارا في المواطن التي يفر فيها الناس، ولكن لم تكن معركتا أحد وخيبر الشاهد الوحيد على ذلك، بل غزوة ذات السلاسل أيضا تشهد. تلك الغزوة التي عتم عليها التاريخ وغيبها على أثر تجمع قوم من العرب في وادي الرمل ليغزوا المدينة ليلا، أرسل رسول الله عددا من القادة في سرايا لمواجهتهم خارج المدينة، فمنهم من رجع فارا خوفا من كثرتهم، ومنهم من رجع منهزما. بعدها عقد رسول الله الراية للإمام علي، وجعل من سبقه من القادة المنهزمين تحت إمرته. كان للإمام علي عصابة يشدها على جبينه عندما يرسله رسول الله في وجه شديد، فتعصب بتلك العصابة وخرج بمن كان معه، سار بهم سيرا غير سير من سبقه من القادة، فترك الجادة وسلك الطرق السرية بين الجبال والأودية. آنذاك نال الحسد قلب أحد القادة الذي أدرك أن الإمام عليا بطريقته هذه سيظفر، فحاول إحباط مسعاه وإبطال تدبيره للعودة إلى الجادة، محتجا بأن الطريق الذي سلكه الإمام علي لا خبرة له فيه وبمخاطره. فقال الإمام علي: من كان طائعا لله ولرسوله منكم فليتبعني، ومن أراد الخلاف على الله ورسوله فلينصرف عني. للنصر شروط، أحدها التقيد بأصول الحرب، وكخلاف غيره من القادة راعى الإمام علي تلك الأصول وتقيد بها فأنزل عليه النصر. لقد بلغت تضحية الإمام علي وما أبداه من البسالة والشجاعة في هذه الغزوة من الأهمية مرتبة عالية جدا، حيث نزلت على رسول الله صبيحة يوم النصر سورة كاملة في تلك الغزوة، هي سورة العالية. على مسافة 3 أميال من المدينة خرج رسول الله مع جميع أصحابه لاستقبال الإمام علي. مسح رسول الله الغبار عن وجه الإمام علي بردائه وقبل بين عينيه وبكى وهو يقول: الحمد لله يا علي الذي شد بك أزري وقوى بك ظهري.